تحدث اليوم عن رواية أنا تيتوبا، وهي رواية لماريس كوندي، ترجمها محمد آية حنة، وصدرت عن دار الآداب. هذه الروائية تتلقف قصة تيتوبا، وهي الساحرة اللي كانت تتحاكم ضمن ساحرات سالم المتهمات بالسحر آنذاك في عام 1692، وطبعاً كان الحكم آنذاك هو الموت شنق. لا ينبع السحر من فعل الكراهية، صنعت تعويذتي الأولى من أجل الحب ومن أجل تلطيف سموم أبي. هذا ما تقوله الفتاة السوداء التي ولدت من فعل الكراهية والمهانة. تدفعنا كوندي لأن نكون في موضع المتعاطفين تماماً مع تيتوبا، هذه الساحرة اللي كانت تستخدم السحر للحب أحياناً وللانتقام أحياناً أخرى، ولكن عندما تمنحها ذلك الصوت الشخصي والخاص المتفجع والمتألم المليء بالآلام، فإننا بالفعل لا نستطيع أن ندخر عاطفتنا.